يسعد صباحكم مشاهدينا. اليوم الثلاثاء 28 تموز 2015 منحييكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا بمختلف انحاء العالم عبر شاشه الام تي في، وبنتمنى لكل واحد منكم نهار موفق بعيد عن المشاكل والمتاعب واكيد بعيد عن عجقات السير. نحن بلبنان نهارنا بعده مبلش، يعني نحن مبلشين بكير من الصباح، ولكن هالشي ممكن او الوضع ممكن يختلف عندكم حسب وين ما كنتوا عم بتتابعونا بالعالم. على كل شو ما كانت الساعة عندكم، إن كنتوا عم تتصبحوا فينا أو عم بتمضوا فترة بعد الظهر برفقتنا أو حتى عم تتمسوا فينا، نحن دايما بنتمنى لكم الخير وبندعيكم حتى تمضوا برفقتنا هالكم ساعة من الوقت أو قد ما الوقت بيسمح لكم، لأنه مواضيعنا دايما موجهة لكم وبرنامجنا بيحلق أكثر لما بنسمع منكم، بتتصلوا فينا بتدردشوا معنا وبتعطونا رأيكم بكل المواضيع اللي بنطرحها. والموضوع اللي كلنا متفقين عليه أو متوحدين عليه هو أزمة النفايات اللي بعدها مغيمة فوق بلدنا واللي عم تتعبنا كلنا بصراحة. هلأ البعض عم يلجأوا لحلول سريعة ومؤقتة على أمل أنه يتخلصوا من النفايات بأسرع وقت ممكن، ولكن هالشي عم بيسبب أضرار خطيرة للمواطنين وكمان للبيئة. وضيفتنا اليوم بفقرة آي ويتنس الدكتور جوال باسيل رح تشرح لنا أكثر ورح تعطينا حلول بديلة وسليمة. أما بداية حلقتنا اليوم فرح تكون مثل العادة مع تحية لزملائي اللي رح يرافقوني اليوم، ستيفاني وفادي وكمان أمين. صباح الخير. صباح الخير. كيفكن اليوم؟ نحن كتير منيح. منيح. أنت كيف؟ أنا كتير منيحة، مثل هاللون اللي لابسه أنت، مفرفحة موردة. عم نحاول نتحدى الظروف اللي عم نواجهها عنا بالبلد وعم نحاول نعيش أجواء الصيف وأجواء موسم السياحة بالرغم من الغيمة اللي بعدها رح تنحل. رح تنحل. نتأمل. يعني دايما نحن بنفكر بطريقة بوزيتيف و دايما مرئين بهول القصص، يعني معلش مش الحال. بتعرفي طلعنا نهار الاحد بالحلقه الصبح مزقزقين من الفرح لانه كنا سمعنا قبل بليله بوقت متاخر انه انحلت الازمه، وبنهارتها بلشنا نشوف العمال اللي يعطيهم الف عافيه منتشرين بعده مناطق كمان بلشوا بالتنظيفات الى ان صارت اذا بدكم المظاهرات وتوقف كل شيء على امل انه يوصلوا لحل باسرع وقت ممكن. خلينا نتحمل بعض ونتحمل الوضع. شو عنا اليوم بفقراتكم؟ اليوم هلا بعد شوي رح كون معك باب تو ديت، عندنا اليوم كوكينج وعندنا نيتشر مع مارك بيروتي، وانت شو عندك؟ انا عندي اخبار كلها فينا نقول ايكو فريندلي. بعد اخر مره نزلت على تكنولوجي كان في بروبوزل، كان في طلب ايد. ما بعرف شو رح تعمل. كان معجب. حتى تو توبت مثل ما بقولوا لتغطي على هالشيء. تو ليت اخر. فيك تعمل لها هيك رساله شعر او تبوح بجمالها لجوزيان اليوم، حضر لنا شيء مفاجاه من هالنوع لتكنولوجي. بهالوقت خلينا نقول صباح الخير لامين اللي دائما عنده مفاجات حلوه لنا. مخصوص اليوم بدها جوزيان تعمل لها شي شعر حلو هيك. اي لاف ذا يلو اون يو. ثانك يو. اكشلي بدي اقول لها جوزيان على الهوا هابي بيرثدي لانه اليوم عيدها. اه شكرا. ذس از رايت تايمينج. اكزاكتلي. هابي بيرثدي جوزيان. الله يساعدك اذا ما بتكون محضر كم بيت شعر. انا ما رح اطلع معك شو فكرة. عبالي المية لإلك جوزيان يا رب، وإن شاء الله بتضلوا عائلة سعيدة هيك ومبسوطين مع بعض. أمين عبالك يا رب، نحن دائما بنقول لك بس ما بعرف عيد ميلادي عيدك وعيد زواجك وعيد ميلاد أولادك، هيدي أخبار كلنا هيك بنتمناها بحياتنا إن شاء الله. أنا اليوم all about pregnancy اللي بميز هالحلقة إنه آخر حلقة مع هبة قبل ما تروح هبة للفاينل ستيج اوف هير بريجننسي. الحلو والمبسوط فيه كثير انه قدرنا نرافق بكل المراحل هبة، نشوف كل التغيرات اللي قطعت فيها، كل التمرينات اللي اعطيناها اياها. وهلا كانت عبره لكل النساء الحوامل اللي بيقولوا انه ما فينا نعمل سبور او نرقص طوال فتره حملنا، هي كمان تحدت هالاشاعات لانه بسميها اشاعات لانه منها صحيحه. على كل رجعنا لك بعد شوي امين. خلينا نبدا حلقتنا مع اب تو ديت وتقرير اليوم. نحن بمنطقه الشمال من اجمل المناطق بلبنان وتحديدا بالبترون وانفي، وسالنا اصدقائنا اللي التقينا فيهم لوين بتحبوا تسافروا بفتره العطله. احلى عطله صيفيه هي انفه لبنان. عندنا سانتوريني فور فري،
أنا بنزل من الكويت، بنزل كل شهر تقريبا جمعتين، لأنه أكيد الصيفية بلبنان وأنفي. نحن عايشين بفرنسا بس منحب كتير نجي على لبنان وأنفي خاصة، وما في أحلى من لبنان. نحن عايشين بالسعودية بس يعني نحن بنفضل بالسمر فاكيشن أو بالعطلة الصيفية نجي لهوني، عشان يعني هوني في العيلة ومنبسط هوني بالبحر بأنفي وهيك. أنا عايش بفرنسا وكل سنة منيجي على لبنان ومنقضي الفاكيشن بأنفي لأنه حلو كتير. شط كتير حلو، شط صخري، أنظف شط بلبنان طلع، وما في داعي نطلع لبرا، يلا سياحة بلبنان أحلى شيء. جمعتين ما بطلع من هون، هيدي جنة لبنان، أنفي. مشاهد كتير حلوة من شمال لبنان، أنفي ولا باترون. تحياتنا لكل أصدقائنا بهالمناطق. نبدأ أخبارنا اليوم بأبتوديت ستيفاني مع خبر من أحد أفراد عائلة الام تي في، خبر هيك مضحك شوي. كنا بنعرف أنه المراسلين خلال البث المباشر دايما بيتعرضوا لمواقف مضحكة وأوقات مواقف محرجة، وصار موقف محرج ومضحك مع زميلنا نخلي عضيمي لما كان عم بغطي الحدث الساعة اللي هو أكيد تحركات أهالي منطقة الجية على خلفية قرار نقل النفايات لمكب سبلين المجاور لمناطقهم، وأكيد ما كان معجبهم أبداً هالخبر، وكانوا معتصمين على الطرقات العامة وسكروا الطرقات وفتحوا الطرقات إلى ما آخره. وأكيد نحن واجبنا الإعلامي أنه نغطي كل هالتحركات، وكان زميلنا نخلع دايمي موجود هونيكي، وهن قد ما كانوا متحمسين على هالموضوع وقد ما كانوا متحمسين حتى هيك يرحبوا بنخلع، قرروا يكافئوا على طريقتهم الخاصة. خلينا نشوف كيف بهالفيديو. والأمور يعني مفتوحة على كل الاحتمالات، لا يمكن التفاؤل كثيرا نظرا إلى أن التفاؤل بالأمس يعني لم يكن واضحا، وبالتالي بقيت عملية الطريق مقطوعة بشكل كامل. نخلي، هل لديك معلومات حول الجرحى؟ نخلي كنت قد ذكرت أن هناك جرحى سقط. هذا هو الوضع تحديدا هنا في نقطة برجة في الجي. بس بدي خبرك نخلي، تحية كثير كبيرة. نخلي هو كثير مهضوم، شخص كثير مهضوم، يعني بحب يضحك، ولكن لنخلي الشغل هو الشغل بيصل لكل شيء. أنا كنت أنا حضرت الخبر مشاهدينا ولكن ما كنت شفت الفيديو ولا أهضم من هيك. نخلي هذه مواقف كلنا بنتعرض لها، بتصور كان شوي محرج لأنه شألوه عم يحكي يعني ولايف مش بس مسجل. بتعرفي هالمواقف دايما بتبقى بالبال لستيفاني لانه بتصير بكل عفويه ومن دون تحضير، فالا ما بتذكرها هيك وبتبتسم. حتى ولو عصبت هون نخلي بعدين رح تتذكرها وبتبتسم وتبقى لتخبرها لاصدقائك واولادك بعدين. اكيد اكيد اكيد. موقف محرج لانجيلا ميركل. سقطت المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل على الارض عند محاولتها الجلوس على مقعد مكسور بمهرجان بولايه بافاريا، واشارت الصحيفه الى انه سقوط ميركل حدث لانه المقعد كان مكسور وليس بسبب تعرضها للاغماء مثل ما ذكرت وسائل اعلام اخرى. واوضحت صحيفة أن ميركل كانت مع مرافقيها بمطعم المهرجان وقت الاستراحة عندما سقط فيها الكرسي المكسور وانزلقت تحت الطاولة، ولم تتعرض ميركل لأي أذى جراء السقوط، واستبدلت المقعد المكسور بمقعد آخر واكملت العرض الاوبرالي يلي كانت عم بتشاهده. هون كمان موقف محرج ورجعوا غيروا الكرسي، ولكن الحلو انه ردت فعلها قد ايه كانت طبيعيه بسيطه، يعني كمان الواحد بتصير مين ما كان كسرت الكرسي هي وقاعد عليها، مش انه كانت يمكن مكسوره يعني الكرسي حتى ما كانوا عارفين حاطينها. بكل بساطه قامت نفضت حالها استبدلت الكرسي وكملت العرض. هلا لو صار هالشيء عنا بلبنان مع حدا بهالمنصب الله يساعد كل من حواليه.
وي ار هيومن بينجز بالنهايه وكل واحد بيصير معه شيء هيك حلو واللي انه الطريقه اللي بتكون نتصرف فيها وردت فعلنا في ناس بتعصب ببساطه أكيد يعني بتصير كلنا معرضين صح. خبر أنا لقيته طريف ما بعرف هيك بتحدد المرأة مدى وسامة الرجل كيف تعرف أنه رجال قدي حلو ستيفاني هلأ فيها شوية هيك هالنظرية أنا أهم شيء عندي طريقة المعاملة رولا يعني صحيح. حلو الشكل كمان أكيد يعني بس التعاطي والاحترام أهم أساس بالنسبة لي يعني نعم. اليوم ما في دراسة جديدة أظهرت إنه الرجال اللي بينجبوا أطفال وسيمين يعني حلوين النساء بتشوفن هن كمان إنه أحلى أو أكثر وسامة بالفعل أجروا دراسة حول هالموضوع دراسة عملت بجامعة ترنافا بسلوفاكيا وبت تقول انه قدره الرجال على انجاب طفل وسيم تعد اشاره فطريه على انه عنده جينات جيده اول مره بسمع في جينات جيده وجينات عاطله اهالي وهالشيء بخلي يحلى اذا بدكم اكثر بعين المراه الجينات الجيده اكيد بتساعد الطفل برايهم على دعمهم او اذا بدكم النجاح اكثر بالحياه ومقاومه الامراض ولها فوائد حياتيه كثيره اخرى بفكروا فيها النساء وبإطار هالدراسة حتى اكتشفوا هالأمر عملوا دراسة على 260 امرأة عرضوا عليهم صور لرجال وإلى جانبهم صور من المفترض أن يكونوا أطفالهم بين 5 سنين وست سنين بينما بالحقيقة ما كانوا بالفعل أطفالهم وسألوهم أي برأيكم من هال260 رجل هن أحلى من غيرهم واكتشفوا أنه النساء حددوا الرجال اللي أولادهم هن أحلى كرجال أجمل كمان مع أنه بالحقيقة ما كانوا بالفعل أولادهم وهالنظرة إذا بدك طريقة تفكير مش بس بتطبق على النساء اللي عم بتشوف رجال مطلقين وعندهم أولاد حتى يقرروا إذا بحبوهم أو لا كمان الزوجات لما بدها تقيم جمال زوجة بتتكل على إذا الأولاد اللي أنجبتهم منه هن حلوين أو لا لتحدد قدي كمان زوجة حلو كتير غريب هالأمر الله يساعد ما بعرف والاغرب انه عم بيعملوا دراسات حول هالموضوع قد في عنا امور ومواضيع اخرى بنستفيد كلنا منها أكيد لو ركزتوا او استثمرتوا هالاموال فيها بدل ما بعرف هالدراسات no مش الحال نو كومنت تربع الكولومبي ادوارد نينو هرنانديز يلي بيبلغ طوله 70.21 سنتيمتر فقط على عرش الرجل الاقصر بالعالم وذكرت شبكة السي ان ان الأمريكية أن موسوعة جينيس للأرقام القياسية أدرجت اسم هرنانديز ليكون حامل لقب أقصر رجل بالعالم بعد وفاة الصيني اسمه هي بينج بينج هيدا قديت مرنت عليه قديت طوله أقصر رجل بالعالم بوقت سابق من هالسنة يعني هرنانديز هو أقصر بأربعة سنتيمترات من حامل اللقب يعني إذا هرنانديز طوله 70 سنتيمتر يعني بيكون أقصر منه بأربعة كولومبي فوالا ايه هو يعني 66 هرنانديز مش فقط الرجل الأقصر بالعالم الجديد فقط بل هو أقصر حتى من حامل اللقب السابق مثل ما عم نقول لكن هرنانديز البالغ من العمر 24 سنة ما بيحتفظ باللقب طويلا لأنه مراهق من النيبال يدعى كاغدا تابا مغار طوله 56 سنتيمتر رح يصير عمره 18 سنة بأكتوبر 14 أكتوبر المقبل ورح ينتزع اللقب منه يعني كمان هالدراسات وهالقصص انه قديش مهمين يعني تنعرف مين اقصر رجل بس هو بيقولوا انه مبسوط لانه عنده هيدا اللقب بتعرفي هيدي معلي انا بسمح لهم فيها لانه بيكون عنده شوي يرفعوا له شوي معنوياته اكزاكتلي بالرغم من هالشيء قدرت تحصل على لقب كمان كيف العالم بيركضوا تيفوتوا بالجينيس بوك هيدي مش بايدهم هيدي نعمه من عند مش ما بعرف اذا بسموها نعمه ليش لا خلينا ننتقل خبر حلو كمان بعالم الطب علاج جديد للكوليسترول المرتفع وافقت الـ FDA أو إدارة الأغذية للأدوية الأمريكية على دواء جديد لخفض الكوليسترول المرتفع وهو الأول من نوعه من وقت ما وافقوا على دواء ستاتن بآخر الثمانينات بالقرن الماضي اسم الدواء الجديد هو برالونات وبيتم أخذه عبر حقن
بالعرق وبيعالج حالات ارتفاع الكوليسترول الوراثيه بس مش غير انواع، واللي كمان عندهم امراض قلب بنفس الوقت واللي ما عم بيتجاوبوا على دواء الستاتين. هالدواء الجديد بيعالج المشكله على اساس الجينات، يعني بيعالج المصدر مش العوارض، وبقي هالدواء تحت الدراسات لمده 10 سنين ستيفاني، واكتشفوا الاساس العلمي لهالدواء من خلال عائله فرنسيه كانت عم بتعاني من ارتفاع الكوليسترول الوراثي. عام 2003 بلشوا الابحاث ودراسات حوله من وقتها، واصدروا هلا رسميا بموافقه الاف دي اي اللي هي شغله كثير مهمه لادويه من هالنوع. فمبروك خي جود. يعني كثير عم يكتشفوا قصص. هيديك النهار كمان كنا عم نقرا انه اكتشفوا كمان الدواء ببطئ الالزهايمر 30%. صحيح. يعني هول مبادرات كثير حلوه ودراسات بتاخذ العقل. يا ريت لحقوا النجم الكبير عمر الشريف بهالدواء، كنا بنتمنى لو عاش بيناتنا بعد كم سنه. صح. الله يرحمه. بحبه كثير. رح نشوف صوره اليوم. تروقتي؟ تروقت جزء تروق. انا تروق مرتين ثلاثه. ولا تروقه مرتين. انا باخذ اللي فوق على الشمال. اذا بتريدوا شيء عجبني يلا. Impossible is a world to be found only in the dictionary of fools. كثير حلو، كثير حلو. ما في شيء مستحيل، طالما في إرادة ومثابرة. فخلوا هالشيء ببالكم مع بداية نهار، وإن شاء الله بيكون نهار مثمر لكل واحد منكم وين ما كنتوا عم بتابعونا. شكرا لك ستيفاني. عنا وقفة هلا، عنا بس الطقس قليل الغيوم إجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات في الفترة المسائية دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. وقفة بتكونوا مع أوتوفوكس.